خلينا معانا كمان على التليفون حد كان ليه تجربه. يعني مراد. ده كريم. ده كريم مش مراد. ازيك يا مراد؟ الاول مساء الخير يا كريم. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ كريم فهمي. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام الحمد لله. مشرفنا ومنورنا في البيت الكبير، وواحد عضو من العائله موجود معانا في البيت الكبير. بنتناقش في قضيه مهمه جدا، واحمد كان بيتكلم فيها ان الاعمال في رمضان بشكل كبير، وخاصه المسلسلات، بتاخد مجهود كبير جدا، وبيبقى عندها نوع من الديلي شويه، ان بيسرعوا الزمن علشان يخلصوا 30 حلقه في وقت طبعا شهر رمضان الكريم. هو احمد الاول، انا هو كان بيقول ان هو ما نجحش او حاجه زي كده. قال ايه؟ قال حاجه كده. لا ما قالش بالمعنى ده. لا هو احمد بيتكلم ان هو يعني حصل يا كريم، حصل حاجه مش المعتاد عندي، فاهم قصدي؟ يعني حصل، نقدر نسميه دروب يعني، ما هو يعني مش عيب، فاهم يعني؟ بص انا بس بقول اللي هو وجهه نظر في الموضوع بتاع رجاله البيت ده. يعني طبعا هو اكيد لما احمد واكرم الناس بتبقى مستنيه منهم يعني حاجه قويه. هم اكيد الناس اللي موجوده دلوقتي من اهم، مش هقول اهم طبعا، اهم الناس اللي موجوده على مستوى المسلسلات الكوميدي يعني. فالناس بتبقى مستنيه منهم، بيبقى في توقعات كثيره ان هم يعملوا حاجه جامده جدا. فيمكن التوقعات بس هي اللي ما جاتش مع الناس قوي، او ما وصلتش زي ما هم كانوا عايزين. انما هو كان مسلسل انجح كتير جدا، في ناس كتيرة جدا عجبها، في اطفال كتيرة جدا عجبها. بس انا فعلا ضد دايما ان هو احمد كان بيطلع يقعد يقول اعتذارات وبتاع، انا دايما بقعد اقول كده. فانا كنت بسالكم بس هو قال كده ولا ايه؟ اتكلم معاه مش اكتر يعني. لا مفيش خناقه مع احمد ولا حاجه خالص. هو ليه وجهه نظر في وقت من الاوقات لما هو بيحس من نفسه ان هو مش ما عملش حاجه ترضيه هو شخصيا. يعني اللي والله ممكن يعتذر، ما فيش مشكله تطلع تقول لك انا انجح واحد يعني، مش لازم تتكلم كتير وخلاص. يعني اللي عملناه وخلاص. اي لا انا فاهمك والله، بس هو احنا مش هنمشي بالمدرسه دي يا كريم. لا خالص، لا خالص. وانت نفسك لما بيبقى في حاجه عندك مريحه بتيجي تقول لي ما عدتش قوي. بالظبط بتحصل كده حقيقي. طب تعالى نروح بقى للكوره. تعالى نروح للكوره عشان انا مستشارك الفني والعكس، صح؟ طبعا، اصل احنا اكتر اتنين مش هنضحك على بعض، صح؟ يعني مش صح. هينفع نضحك على بعض، وبنبقى عارفين. وساعات بيبقى في حاجه ناجحه جدا وبيجي يقول لي خلي بالك عدت، او العكس، بقول له مثلا تبقى حاجه ناجحه مع الناس واقول له خلي بالك يا كريم كفايه مثلا. بنطمنوا بعض. حلو الكلام ده. بنطمنوا بعض. انت اهلاوي اكتر ولا هو؟ احنا الاثنين اهلاويه اكتر، ممكن من اكتر ناس. انت اكتر ولا هو؟ احنا الاثنين. والله احنا الاثنين، بس كل واحد بطريقه. احنا الاثنين فعلا. انا عصبي اكتر بس شويه. يعني كريم اهدى مني شويه. اهدى شويه. يعني انا بس بحسب الكلام قبل ما بقوله شويه. هو بيفكر شويه بس. يعني احط. هو بيحب المناوشات قوي يا كريم. نعم؟ بيحب المناوشات كده، عارف؟ عارف ملح وفلفل. تتوقع ايه ماتش القمه ان شاء الله يا كريم؟ احنا نتمنى كلنا طبعا النادي الاهلي، بس انت شايف برضو الماتش ازاي؟ عايز اخد رايك. بص هقول لحضرتك على حاجه، انا اكيد اتمنى انا كابتن الاهلي يكسب كتير الماتش ده اكيد يعني. يا رب. بس في نفس الوقت ماتشات الاهلي والزمالك دي مالهاش مستجدات. انت ممكن تبقى انت فرقتك احسن كتير وتخسر، بالعكس يعني. الماتش ده بالذات مالوش حته، مالوش ملكه كده، ما تقدرش. بس انا اتمنى طبعا ان احنا برضه احنا عندنا اصابات ربنا. يعني انا فعلا مش عارف. الله يكون في عونه. اصابات كتير وكلها في مناطق، يعني السردباك محمود متولي دلوقتي، في طبعا اللي يسد مكانه، لكن على مستوى الهجوم برضه احنا الوينجرز برضه. انا عايز اكلمك على مستوى الاجنحه، انت عندك حسين الشحات بره، كهربا بره، احمد الشيخ بره، جيرالدو بنشوف اهو، وجيرالدو عندك اربعه من العناصر الاساسيه في مركز. احمد الشيخ بره ولا احمد غد دلوقتي؟ بكره هيبان. بس برضه يعني انت بتتكلم في كده. وجيرالدو انا سمعت انه في حاجه في الخلفيه، بس كان عنده شد في الخلفيه. بس هو افضل شويه. بس بكره كابتن سعد عبد الحفيظ خلال التدريبات النهارده قال بكره هيشارك في التدريبات الجماعيه ان شاء الله، وممكن يكون ليه دور في المباراه يعني. على جيرالدو ده انا شايفه لعيب مهم جدا، واخد حقه. جيرالدو انا معرفش لعيب جامد. طبعا لعيب كويس، لعيب كويس. يمكن هو كان مشكلته شويه عمليه التهديف، هو مش سكورر يعني، ما بيجيبش جوان، لكن عنده سرعات كويسه. انا شايف ان هو احسن كمان من الفترات اللي فاتت يعني. انا بس انا المشكله الثانيه، انت كان برضو ممكن تقدر تحل بقى جاي، بس انت المشكله ان انت جاي يمكن هتلعب بيه راس حرب. بس برضو انا برضو بطلب من جمهور النادي الاهلي، في علي بدري وفي مروان. اما انا برضو يا كريم دي عايز اتكلم فيها.
بطلبها من جمهور النادي الاهلي عشان هي بواخت قوي قوي. الموضوع مروان، موضوع مروان طبعا صحيح، يعني بواخت قوي، بواخت ودمها تقل. ويعني اكتر لعيب انا بحبه في النادي الاهلي عماد متعب طبعا. عماد كان بيقعد فترات طويله جدا ما بيهدفش، ده فلافيو حسن اللي هو فلافيو قعد سنه وشويه مثلا. احمد ما هدفش يا عم، ايا كان ظروف مروان الافيه بوخ. احنا محتاجين مروان الفتره الجايه. انت كتبت كده على الفيسبوك صح؟ انت كتبت كده فعلا، انت عملت ايوه كريم، ايوه كريم صح. انه ايه، انه الهجوم على مروان محسن بقى استظراف، بقى بتتاخد مش النقد كمان يا كريم، بيتاخد بسخريه وده غير مقبول يعني، واستظراف جدا وناس ما لهاش في الكوره. انا شايفه لعيب مهم جدا طبعا، محطه مهمه جدا. هو طبعا محتاج يركز اكتر تكتيك، هو مش موفق ايه المشكله يعني طبعا، بس انا شايفه ان هو لعيب مهم جدا. ولو جيت عديت كده المهاجمين اللي عندنا في مصر هتعد منهم مروان كده اكيد. هو لعيب كبير واكيد له دور فني، وفايلر شايف دوره الفني ده ايه في الملعب وازاي يقدر هو يستفيد الناس تخف منه. عليه انا اصلا حتى في المسلسل قلت افيه عليه، وبعد كده رجعت زعلت ان انا قلت انا كنت واخدها بهزار، بس الناس افورت ده حقيقي واستظراف قوي. وناس حتى يخش كان في كاس عالم كاس عالم روسيا، روسيا كان عامل ماتش كويس قوي، مش فاكر كان ماتش ايه، كان عامل ماتش كويس فعلا هو، وحد كاتب بوست شاتم مروان بس. فانا بقيت يا جماعه، هو اللي ليه في الكوره واللي مالوش في الكوره؟ اللي ليه في الكوره مالوش في الكوره فعلا بيتكلم واخدها افيه، لكن هو واخدها كمان افيه. لسه بنتكلم في النقطه دي كريم، ان انا لو في حد بيتكلم بنقد بناء ان انا عايز اشوفك احسن ده مقبول، لكن النقطه انها وصلت لان خلاص بينزل بقى كوميك عليه وبينزل نكت وحاجات ديت. وانا مرنت مروان في الاولمبياد، يعني مروان كان معايا طبعا صح، انا جبته من بتروجيت ولعب منتخب مصر وكان ما شاء الله كان هايل. دي جزئيه يمكن الاصابه عطلته شويه، ولما رجع خلي بالك برضو المدربين الاجانب لما بيجوا، ومثال على كده مثلا اجيري قال لا لعيب على مستوى عالي جدا وبيعمل حاجه ممكن الجماهير ما تشوفهاش. ما انت ممكن بيشتغل شغلانه الجماهير مش حباها قوي، ان هو بيوسع لزمايله. مروان مش يعني الفرص بتجي له بيضيع شويه، لكن هو بيعمل حاجات تانية مختلفه. فالنقطه اللي خلينا نتكلم وطبعا اضم صوتك ان مروان كمان من العناصر اللي انا شايف ان لازم تاخد فرصه في النادي الاهلي ولازم يلعب يعني طبعا. ولو يا جماعه مش موفق جمهور النادي الاهلي، مش بتكلم اي جمهور تاني لان ده يخص النادي الاهلي طبعا، لعيبتك هي احسن لعيبه في الدنيا. انت بتوجه كلامك ده لجمهور النادي الاهلي دلوقتي يا احمد، ما تعومش على عوم حد تاني وتكسر في فرقتك. وانت الحلول الفتره دي نتيجه للاصابات والحاجات كتير، الحلول قليله. تعال نبقى نتكلم برضو بصراحه حقيقي. انت دلوقتي لو عايز تلعب بأجاي قدام خسرته كوينجر، طب ما يبقى انا العب بمروان وانا مدي مروان ثقه واستفيد بأجاي في حته تانية يعني. يعني ده اللي انا لا صحيح. وكمان برضو كريم مشترك معانا، انا في رايي الشخصي بيعمل جبهه كويسه قوي علي معلولو اجايه قدامه، ده بيعمل جبهه مميزه غير اجايه برضو لما يكون مزنوق وظهره للجون بيبقى مختلف شويه. انا برضو انا زكي معلول قبل ما اجي كده معلول ايه؟ راجل كان بحب علي معلول ده، انا احب اقول له يعني انا هو يعرف انا بحبه جدا. الراجل ده تحس ان هو اهداوي بشكل مش طبيعي. ايوه طبعا، ولازم نعرف الجمهور الاهلي يحب حب مش طبيعي. الراجل ده لازم يعرف مش قوي، دي حقيقه، ده تاريخي يبقى شامع الكلام ده تاريخي يعني. أكيد ممكن مش قصدي والله، بس ممكن يكون عدى جيلبرتو كمان يعني هو ما جاش في جيل عامل زي جيل جيلبرتو، وجيلبرتو ده بالنسبه للجمهور الاهلي حاجه أكيد. كبيره جدا اكيد. اعتقد ان علي لو كان في الجيل كمان بتاع تريكا وبركات وعماد وكده ده بيلعب يعني برضو الجيل اضعف شويه بس شعبيته كبيره برضو، شعبيته علي؟ كبيره علي معلول طبعا. طب بمناسبه كريم معانا، بالنسبه لكريم معانا، كان كريم بيلعب مباراه كان في ماتش الاهلي والزمالك في الناشئين. ايوه ايوه، وكريم كان بيلعب في الزمالك. ايوه صح. وانت يا احمد رحت وانت ووالدك كنت متجنن بقى مش عارف اعمل ايه، اشجع اخويا ولا اشجع النادي الاهلي؟ فايه كان ايه؟ كان قول لي احكي. بص هو انا اقول لحضرتك على حاجه، لعبت سنتين الاول في الاهلي الناشئين، وبعد كده بعد السنتين دول كان المفروض ساعتها كان ما فيش غير نادي اهلي الجزيره، فكان المفروض الفرقه تروح تتمرن في الجيل. المهم حصل حاجه زي ان احنا رحنا لعبت في الزمالك وقعدت هناك حوالي 9 سنين. كريم معاك كتير في الزمالك؟ 9 سنين. كتير هناك منتخب مصر، وفعلا الفتره اللي انا قعدتها هناك دي فتره الكوره عموما انا كنت بحبها جدا، كان بيمرني كذا حد، بس ابرز وقت ليا كان كابتن عبد الرحيم محمد الله يرحمه. عبد الرحيم محمد الله يرحمه طبعا، وكابتن ممدوح محمد، دول انا بحبهم حب مش طبيعي، وناس كانت جميله. بس على ذكر الماتش ده يعني
ايوه احكي لنا الماتش ده حصل كان بيتلعب فين؟ كان بيتلعب فين؟ الاولاني يا كريم كان الماتش الاولاني كان في الـ في الـ في, في الكليه الحربيه ولا الحربية. صح؟ الكليه الحربيه. الكليه الحربيه كنا فرقه تقيله، كان كنا بس كل واحد لسه جاي بقى، يعني ايه كانوا جايبين عطعون عارف النادي ايه، وكان في لعيب اسمه هارون منين، وكان معانا ميدو والفرقه اللي قصادكم كانت جامده قوي، كان اسامه حسني يا كريم وكريم عادل. اه ما احنا بقى ايه، بس هم كانوا سامعين عندنا واحنا سامعين عنهم، في نفس الوقت احنا فرقه تقيله هم اللي مننا. نزلنا مبدئيا انا كنت بلبس خمسه، انا كنت بلعب ليبرو على فكره كابتن خلاص. كنت بتلعب على ليبرو. ايه على اسامه حسني كنت بتلعب ولا بتلعب ليبرو؟ اه ليبرو. اه اوكي هقول لك. فمهم الماتش ده كان عبد الكريم علي كريم عادل، كان اسمه كريم عادل، كان بيلعب وهيلعب تقريبا مش فاكر مين، هيلعب ليبرو امير عزم او حاجه زي كده. قلت له تمام. نزلنا الماتش ده كابتن والله انا مش فاهم ايه اللي حصل، احنا مش شايفين، مش عشان هم احسن ولا احنا، وحتى ما فرقه تقيله واحنا كنا فرقه تقيله، بس كل جول في الثاني في الثالث خمسة واحد. والله انا مش فاكر خمسة واحد والله. خمسة واحد. انا فاكر الماتش ده كان خمسة واحد، وبعدين خمسة ولا ستة يا كريم؟ خمسة. لا خمسة. ماشي. ستة دي بعد كده. ماشي. كنت انا بلبس خمسة وهو بيلبس ستة، بس الماتش ده كان الناس فاكرين انا طبعا مش عارفين اشكالنا. انا اصلا فاكر انت، انا رجعت البيت، رجعت البيت لقيته مكتئب قاعد، وامي بتطبطب عليه يا عيني، فانا داخل استظرف اتريق. قال لي ما تهزرش، ما بترحمش انت، ما بترحمش على فكره. اصل 5-1 دي، لا 5-1 والفرق كده برضه يا كابتن برضه، عشان يعني ماتش غسيل ومجوى يعني زي ما بيقولوا. لا اسامه كان جامد قوي يا كريم، فاكر؟ ايه اسامه كان جامد قوي، اسامه حسني. اسامه حسني من اجمد جامد قوي عليه، هي هو واليماني. واليماني طبعا طبعا. وميدو، لا ميدو، ميدو يا كريم كان، ميدو كان جامد قوي. لا ميدو، ميدو ده كان فرقه، كان في حته لوحده خالص. ميدو ميدو كان فرقه لوحده، كان بيجر فرقه. هو اللي كان، انا فاكر الماتش ده ميدو اللي جاب الجون يا كريم بدماغه. ايوه كنت اتفرج. ايوه وميدو، انا كنت اصلا بحب ميدو جدا جدا. ميدو بحب بحسه قطر كده ما بيهزرش وبيقول اراءه. انا معاك كابتن هاني كمان. ايه ناشئين، شوف ميدو لما كبر والعالم راح سافر كده، كان اجمد بكتير. في الناشئين كان مرعب، احرف، كان سابق، كان سابق باللغه، سابق جيله يعني، مرعب. سابق لعيب مرعب ميدو، سابق زمايله بفتره كبيره جدا. كان بيتصعد، كابتن جوهري جابه وعنده 18 سنه، كان منتخب مصر. بس ملخص الكلام برضه عشان في الحته دي، يعني احنا شلنا بس فرقه عبد الرحمن، فرقه كويسه، بس ما تفهمش الماتش ده حصل فيه. وكابتن عبد الرحيم محمد ده يعني من اكتر، الله يرحمه يعني، احب يعني ان انا وتتسجل ان الراجل ده هو كابتن ممدوح محمدي، من احلى الناس واجمل الناس اللي انا قابلتها. الله يرحمه يا احسن. الله يرحمه، الله يرحمه فعلا يا رب. ما قلتلناش عملت فيه ايه؟ ما هو دخلت، قول لي إيه؟ دخلت لقيت طبعا، قال لي هضربك، ما تضربك. طب خلاص. لا قبل ما تتكلم اوعى تفتح بقى، ما تهزرش، هضربك. مستفز يعني. اصل هي خمسه دي برضو. انت عارف لو خسران 2-1 ولا 3-1 تعادل ونظر. في المدرجات رحت الماتش، رحت الماتش. كنت في المدرجات انا طالع على السلم اصلا، سمعت ايه؟ تهليل والله العظيم. ده لسه اول اول وانا اول السلم، اخر السلم هيصه ثانيه. كان اسامه جاب جونين، ده لسه ما قعدتش، وكان 2-0. في ماتشات بتبقى كده. في ماتشات بتفتح بقى. بالظبط، انا عارف برده على ايامي فتحت كتير يعني، ايام الناشئين كنت بلعب في منتخب. كنت مع الكابتن احمد رفعت، كنا في منتخب ناشئين يعني، منتخب تحت 18 سنه، كنا بنلعب في نيجيريا. وزي ما انت بتقول كده كريم، في ماتشات بتبقى انت ما بتعرفش ايه اللي بيحصل. وكان دوت اول مره يعني بالخطا كده اجيب جون في نفسي، وحسيت ان الدنيا ظلمت يعني، والماتش ده خسرنا 4-1 هناك في نيجيريا. ففي ماتشات فعلا كده بتحس انها بتفتح. ما بتكررش تاني يعني. فحظك بقى ان كان احمد بيتفرج عليك ورجع لك البيت. وانا مش عايز اعطلكم يا كريم، انت نورتنا وان شاء الله تشرفنا في البيت الكبير برضو قريب كأهلاوي جدا ان شاء الله. وكل سنه وانت طيب. شكرا يا كريم. وانتم طيبين، وشكرا يا سام وكابتن هاني. يعني احنا من الناس اللي من واحنا صغيرين احنا جمهورك يعني. حبيبي حبيبي، شرف ليا ان انا اكلمك في التليفون. حبيبي ربنا يخليك. وخلص احمد بقى كلمني. خلاص ماشي. شكرا ليك يا كريم.